إخواني الأعزاء، التوسل ضرورة لنا، والذين يقولون ما يحتاج توسل كلم الله مباشرة، نعم كلمه مباشرة، لكن طريق أطول. الطريق الأقصر والأنفع أن تتوسل بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. توسل بمن له مقام، وجهة، بمن يساعدك على مطلبك. الصادق سلام الله عليه، والإمام الصادق يقول في آخرة أنه أنا ضامن على الله عز وجل، اللي عنده حاجة أن تقضى خلي يجربه. نقول له الذين يشككون في التوسل، نحن نقول الله مفتوح الخطوط إلى خط التوسل وخط مباشر، خطين، لكن نقول خط التوسل مفضل عند الله وأسرع إجابة. جرب ادعو بتوسل، ادعو بدون توسل، وشوف ايهما يقبل اكثر. او شخصين، واحد يدعو بعمل واحد او عملين متشابهين، بتوسل وبدون توسل، لا اشكال بانه بتوسل يكون اسرع واضمن.